السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الكرام، مرحبا بكم في الدرس هذا. بعد غياب جد طويل جدا كنعتذر للناس اللي كانوا كيصيفطوا لي وكيقول لك خصك تخدم معنا دي سيري، كنعتذر على هذا الروتر هذا لأن فوق الطاقة ديالي، الوقت ما كيسمحش. واليوم إن شاء الله غادي نحاول نشرح لكم شي شوية، غادي نحاول نطرقوا نحاول نفهمو شنو هو الجيزمو. الناس اللي مازال ما فهموش الجيزمو، ان شاء الله انا كنوعدكم ان شاء الله بعد الفيديو هذا غتفهم كلشي، بغيت بقى خاصك حتى حاجه. ومن بعد ان شاء الله عاد ندير واحد الفيديو واحد اخر على لي كونفيرسيون. يعني المهم الا كنتي مازال ما فهمتيش الجيزمو ولا اول مره غتسمع شنو هو الجيزمو، بدا معايا، انا نبدا معاك ازيل. اول حاجه عندنا لي ديفيرون نوع، لونور اللي كنخدمو عليه حنا بزاف هو لونور لومبير، ولا كيتسمى لونور دو لاكارت، كنسميو لونور دو لاكارت ولا لونور لومبير. وكاين لونور جيوغرافيك، وكاين عندنا لونور مانيتيك. حنا الاغلبيه باش كنخدمو بهاد الجوج هادو، لونور مانيتيك ولونور لومبير اللي كيتسمى لونور دو لاكارت. بغينا دابا نعرفو شنو هو الجيزمو. جيزمو كيقولك سيت ان اونغل فورمي اونتر لونور مانيتيك لونور دو لاكارت عفوا اي ان ديريكسيون سوا دون مارش سوا ان ديريكسيون سير ان بوين في لاكارت. يعني شنو؟ مثلا عندنا واحد البوان هنايا نسميوه مثلا ا، هاد ا بغينا نحسبو الجيزمو ديالها. الجيزمو شنو هي؟ هي واحد لونغل فورمي اونتر لونور لومبير، هاد لونور دو لاكارت كيتسمى لونور دو لاكارت، اي اون ديريكسيون دو مارش دو لو سونس دي زيغوي دي مونتر. يعني هذا كيكومبوز عندنا لو سونس هو هذا بوزيتيف، هو هذا كنمشيو ديما مع عقارب الساعة. يعني مثلا عندنا واحد النقطة هنا يبي، هذا خلاص هو لا باز، هذا مثلا نسميوه لا باز، نقدرو نسميوه اون، نقدرو نسميوه اي حاجة مكيهمش. مثلا عندنا هاد البوان هذا بي، بغينا نعرفو الجيزمو ديالها هو هذا، كنمشيو ديما لونور هاد لا ديريكسيون ديال لونور لومبير، و كنديرو هاد دومي سيركل هادي لهاد البوان لي عندنا بي. كذلك إذا كان هنا ولا كان هنا، هذا من جهة. من جهة واحدة أخرى مثلا بحال دابا حنا عندنا شنو هو لونور لومبير؟ لونور لومبير هو مجموعة ديال لي نور لي كيكونو موازيين لهاد لونور هذا. يعني مثلا هذا مثلا عندنا واحد البوان مثلا هنا، مثلا عندنا هاد البوان هذا سميوه مثلا سي، بغينا لونور ديالها راه هو هذا، يعني لونور لومبير غنديروه هنا اون باراليل، يعني ديما كيوازي هادو. عندنا يعني ليزاكس دي زيكغ كونو متوازيين، هذا لونور لومبير، هذا لونور لومبير، هذا لونور لومبير، دو ليزاكس دي زيكغ كيتسمو ليزاكس دي زيكغ كيكونو متوازيين. يعني عندنا حنا هاد البوان هادي هي السي مثلا، هادي هي، هذا هو الجيزمو ديالها. جيزمو ديما كنرمزو له بجي تي. جيزمو مثلا إذا كانت عندنا هاد البوان هادي أ تسمى جيزمو أ سي، هادي مثلا جيزمو، هاد الجيزمو هادي كتسمى أو أ، جيزمو أو بي.
نزيد نعطيكم مثال اخر باش نفهموا. عندنا واحد بولونيا سميوها دي، هاد الدي هادي بغينا نديرو الجزمو ديالها. الجزمو ديالها شنو هو؟ مثلا عندنا من الأ دي جزمو، مثلا نسميوها دي أ، بغينا جزمو أ دي. جزمو أ دي ديما كنجيو كنديرو هدا أون باراليل زاكس دي زيكريك وكيمشي للدي في اتجاه دي. كان ديما كنرسمو من واحد لاباس كنمشيو كنديرو داك النقطة اللي خصنا، هدا هو الجزمو أدي. مثلا جزمو ام ها هو هذا، ديما كنمشيو من لاكس دي زي كريك ديك البوان، ما كنمشيوش من هذه الاخرى اللي حداها، يعني نتمنى تكون هاد النقطه دي مفهومه. هذا كيتسمى جزمو ام، كنرمزو له بعد بجيت، يعني جزمو أن التي هي الأخرى، حرف الأول والأول حرف جيزمو كتكتب بجي هي الأولى والتي هي الأخرى، يعني آخر حاجة في ذاك الجيزمو. جيزمو ديما كناخدو لابازية أ هي اللي كنديرها الأول، تانية إم. هاد جيزمو أ إم راه ماشي هو جيزمو إم أ، ديما كناخدو من لاباز جيزمو أ تي جيزمو أ سي. أما جيزمو دي أ راه حاجة أخرى. مثلا نمشيو حنايا نديرو مثلا نسميو هاد البوان هادي نسميوها مثلا تي، نديرو أ. بغينا جيزمو أ تي هو هدا، هدا كيتسمى جيزمو أ تي. ولكن جيزمو تي أ راه ماشي هو هدا، جيزمو تي أ هو هدا. نوليو ناخد ديما كنديرو باراليل مع هذا تي زي اكس تي زي كريك ولا لونور دو لا كارت، ولا كيتسمى ديما لونور دو لا كارت لونور لومبير ولا لاكس تي زي كريك. شنو غيولي عندنا باش نديرو جيزمو تي ا؟ كناخدو من هنا جيزمو تي ا، ديما كناخدو من كريك ونمشيو لأ. مثلا غيكون عندنا مثلا ام جيزمو، هذا كيتسمى جيزمو تي ا، يعني لاباز ديما كتاخذوه من ديك البوان تي ا. تلك عندنا مثلا هنا ام تولي تي ام، كان عندنا غير هنايا ياخذ مثلا تي بحال دابا مثلا بغينا جيزمو مثلا هنا نسمي واحد البوان هنا سي يولي عندنا جيزمو تي سي. هو هذا مفهومه. نهضروا على واحد الحاجه اخرى مهمه سماو لي كادرو. هادي كادرو عندنا ديما في الطوبوغرافي، ديما الدائره كتكون فيها 360 دوغري، كتكون فيها 400 غراد، وكتكون فيها 6400 ميديان، وكتكون فيها دو بي. هادو كاملين كيكونوا في الدائره، والدائره كتكون فيها ديما برومي كادرون، برومي كادرون دوزيام كادرون تروازيام كادرو كاتريام كادرو. يعني هذه راه خصنا ناخذوها بالاعتبار مهمه، برومي كادرو دوزيام كادرو تروازيام كادرو كاتريام كادرو. برومي كادرو حنا في الطوبوغرافي الاغلبيه يعني بالنسبه للطوبوغراف كيخدموا بالغراد، يعني كتكون هنا الزيرو، هنا كتكون 100، هنا كتكون 200، هنا 300، هنا 400 غراد طبعا.
وفي نفس الوقت هذه كتعطينا 1200 كتكون 6400 كتكون 1600 ميديان وكتكون عندنا 90 دوغري كما معروفة. يعني هاد الميديام هذا بغيت غير نزيد لكم باش نعطيكم فكره لانه ما كيتخدمش بزاف, كيخدموا الاغلبيه اما بالغراد واما بالدوغري, ولكن ما فيها بس اننا نزيدو نعرفو يعني الدائره شحال فيها. هنا خلاص كتكون بي سير 4, هنا بي سير 2, وكتكون عندنا 3200 ميديا, وكتكون عندنا 180 دوغري. وهنا كذلك كتكون عندنا 270 دوغري 300 غراد, وكتكون عندنا 4800 ميديا, والدائرة هي كملات. حاجة واحدة اخرى مهمة غنحاول غير ندير هادي ونحبس باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف, هو برومي كادرون والدوزيام كادرون. هنا كنقسمو لي كادرو على جوج, الا كان برومي والدوزيام وكيكون التروزيام والكاتريام. الا كان عندنا جيزمو برومي كادرون و دوزيام كادرون, الا بغينا نديرو جوج جيزمو انفيرس كنزيدو 200 غراد طبعا, ولا 180 دوغري الا كنا كنخدمو بلي دوغري. انا غنمشي معكم شويه بشويه نزيد نحاول ندير لكم واحد السلسله باش تفهموا يعني كيفاش. يعني مثلا عندنا جيزمو ا بي كيساوي لنا مثلا 170 غراد, بغينا حنا نقلبو على جيزمو بي ا شحال كيساوي. عندنا واحد القاعده كتقولنا جيزمو ا بي كتساوي لنا جيزمو بي ا بليس او موان 200 غراد. هنا قلت لكم يمكن نديرو 200 لاننا كنهضروا على الغراد, اذا كنا كنهضروا على المليار نزيدو 3200, واذا كنا كنهضروا بدوغري نزيدو 180 بسموان 200. شنو كيعني؟ كيعني ان مثلا عندنا هذه جيزمو ا بي كتساوي لنا جيزمو ا بي عندنا هي 170, ها هي نعاودوها هنا غراد. بغينا حنا مثلا جيزمو بي ا شنو كتساوي لنا؟ هي جيزمو ا بي هي 170 بليس او موان 200 غراد. يعني شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هنا علاش درنا بيس, انا نجي نقول لكم علاش كتساوي لنا 370 غراد. وهنايا هادي لوجيك لانه عندنا مثلا 170 في غتكون عندنا مثلا واحد الجيزمو ا بي كيساوي لنا 170, هنا حد هنا كنا 100 يعني غتكون في الدوزيام كادرو لان في ما بين 100 و 200 يعني 170 جات هنا, يعني تقريبا هي هادي هي تقريبا. هذا هو جيزمو ا بي مثلا هادي ا بي. يا بغينا جيزمو بي ا شنو هو؟ راه وليت عندنا في الكاتريام كادرو, الكاتريام كادرو ميمكنش حنا مثلا نديرو جيزمو مثلا ا بي
ونقصهم منه، نقصهم منه 200، لأننا نقصنا منه 200 شنو غيولي؟ غيولي هي ناقص 30، وحنا في الكراد ما عندناش ناقص. وانا غادي نحاول ان شاء الله غادي نحبس هنا ونحاول ندير السيل الثانيه باش نزيد نكمل نشرح لكم، نزيد ندير واحد الفيديو اخرى باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. اللي مازال ما فهمش ولا اللي بغى يكمل يشوف الفيديو الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله.